بكم في حلقه جديده من بستان العقيده وسلسله اسئله المشاهدين والاجابه على هذه الاسئله بيباركنا وينورنا زي كل حلقه نيافه الحبر الجليل انبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهره اهلا بنيافتك يا سيدنا. اهلا معنا كمان شباب وخدام كنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس والانبا شنوده شبرا الخيمه وماري جيرجس الحرفيين وماري جيرجس الساحل وماري جرجس اهلا بكم <applause> سيدنا الحقيقه يعني خليني ابدا باسئله الامهات معنا سؤالين كده الامهات هي طبعا اسئله الاطفال اسئله بسيطه بس للاسف احيانا بنلاقي نفسنا مش عارفين نرد عليهم نقول لهم ايه فسؤال مثلا من نيفين فاروق بتقول ابني في المرحله الابتدائيه سالني هو ليه ربنا خلقنا تقول له ايه عشان بيحبنا بس كده الاجابه حتى آه. القداس يقول خلقتني انسانا م. كمحبا للبشر لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك الله خلقنا عشان بيحبنا زي مثلا هي ممكن تعرفها له بالطريقة دي أنت عارف لي أنا جوزت بابا وخلفناك عشان إحنا بنحبك حتى قبل ما نولدك أنت إحنا بنحبك فهي دي فعلا الإبوة بتاعت ربنا خلقنا لأنه بيحبنا تمام والاطفال بسيطه يعني اقل, أقل اجابه بي, بيقتنعوا بيها يعني. وطبعا بني. التعبير لما تاخد ابنها في حضنها وتبوسه وتقول له انا بحبك شوف قد ايه ربنا بيحبنا اكتر من كده كمان عشان كده خلقنا بتوصل له المحبه عمليه طريقه صح <applause> تمام سؤال تاني من أم بتقول في ابنها ثلاث سنين وكانت بتحكي له عن شخصيات العهد القديم وإزاي رفضوا العبادة للأوثان والتماثيل وإن ربنا وحده بس اللي بنصلي له وهي اتفاجأت بقى بالإجابة بتاعت ابنها لأنه بيقول لها طب احنا كمان عندنا تماثيل عادي وبنصلي للتماثيل دي واحيانا بتكون موجوده عندنا في البيت فهي بتسال بتقول الافضل ان يكون في بيوتنا ايقونات ولا مفيش مشكله من وجود التماثيل؟ هو احنا في تقليدنا القبطي بنستخدم ايقونات لكن لا نستخدم تماثيل وفي الحقيقه مفروض كمان وان كان دي مابقناش نلتزم بها ان اي شكل مجسم م. ياخد شكل مجسم يعني لا يكون صورة لكن شكل مجسم فيه أبعاد ثلاثية وكده تلاقي يعني بيعطي إحساس بأنه شيء يعني لما لما حد بيكرمه هيبقى كأنه وفا لكن هي ممكن تقول له إجابة بسيطة جدا تقول له إحنا لما بنقف نصلي قدام صورة ربنا يسوع او قدام تمثال للمسيح احنا بنتكلم مع الهنا مش مع التمثال ولا مع الصوره تمام لكن هم كانوا بيعبدوا التمثال نفسه الحاجه الثانيه احنا بنعبد الهنا الصالح لكن هم كانوا بيعبدوا الشيطان فالتماثيل دي كانت تعبر عن الشيطان هل احنا جبنا تمثال للشيطان وسجدنا له لا طبعا احنا بنسجد لصوره ربنا يسوع المسيح تبقى الإجابة بسيطة كده في فرق واحد بيعبد الله واحد بيعبد الشيطان تمام سؤال تاني من دكتورة إيمان إدوارد بتقول أراء سمعتها رجاء الرد عليها لأنها كلها بتضرب الفداء في مقتل بتقول إيه لازمة العهد القديم الله كان فيه عنيف بيؤمر بقتل الأعداء في الحروب لماذا؟ أولا حتة إيه لازمة العهد القديم دي مش هنقبلها يعني م. سيد المسيح قال لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس والانبياء ما جئت لانقض بل اكمل طمع. فان اقول لكم ان تزول السماء والارض ليزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل فالعهد القديم هو الاساس اللي اتبنى عليه العهد الجديد زي بالظبط لما يكون واحد <applause> بنى بيت من دور ارضي سكن فيه فتره وبعدين بنى دور تاني وعايز ينقل فوق هل بعد ما نقل فوق يهد الدور الارضي؟ <applause> ما ينفعش اللي فوق هيقع <applause> فازاي احنا بعد ما ترقينا وبقينا عهد جديد والمسيح عامل لنا ابجريد <applause> وادانا شريعه الافضل نهدم الشريعه الاصليه اللي هي اتبنى عليها العهد الجديد نقدر نلخص العلاقه بين العهدين هي ان العهد القديم وعد والجديد تحقيق الوعد تمام <applause> فاحنا لازم نعرف القصه من اولها اما حكايه الاله الله لا يتغير ما كانش في العهد القديم عنيف وفي العهد الجديد طيب مم. الفكره دي غريبه جدا وناس تتكلم اله العهد القديم واله العهد هو احنا عندنا الهين هو الله واحد لا يتغير مم. الله كان في العهد القديم في مواقف كثيره جدا ليه بيظهر حنانه وعنايته ورعايته لشعبه يقول حملتكم على أج... زي على أجنحة الدنسور لما يقول على الركب تدللون فالله في مواقف كثيرة كان يرعى شعبه وياخد باله منهم في مواقف ثانية كان لازم يأدبهم كان لازم يبين إن هو الله قاضي عادل ما بيسيبش الغلط وكأنه مش موجود ونفس الوضع في العهد الجديد ما احنا عندنا طيب قصة حنانيا وسفيرة وعندنا سيمون الساحر اللي بولس بطرس الرسول قال له كلام قاسي، وعندنا يوم حد زعف لما المسيح طرد الناس من الهيكل، وعندنا اصحاح كامل بتاع الويلات، وعندنا كلام صعب جدا في سفر الرؤيا عن عقوبه الاشرار، الله لا يتغير. لما بيجي لي واحد بقى يقول لي السؤال ده بديله واجب يندم انه سال السؤال ده. <applause> الواجب ده ايه دكتورة بس دكتور ايمان الواجد. بقى دكتور ايمان تاخد الواجب <applause> بس انا عايز كل المشاهدين <applause> نعمل ايه السنه دي واحنا بنقرا الكتاب المقدس نجيب نوتة أكتب فيها كل الآيات اللي في العهد القديم تتكلم عن رحمة الله وحنانه وطيبة قلبه وطولة باله تتكتب <applause> وفي العهد الجديد عمل العكس أجمع كل الآيات اللي فيها الله حاسم وحازم وقوي عشان تتوزن الصوره ده معنى كده هنخلص الكتاب المقدس السنه دي كده طيب ده واجب جميل طبعا ويبقى الواحد بيركز على هدف معين هتلاقي القرايه سهله وجميله لان عمال اطلع ايات بكتبها بفرح بيها فطلعوا لنا الايات اللي فيها الله حنين وطيب في العهد القديم عشان تتوزن الصوره والايات في العهد الجديد اللي فيها ربنا شديد ده بولس الرسول بيقول هو ده لطف الله وصرامته اما اللطف اه اما اللطف لك ان ثبت في اللطف ان ثبت في اللطف والصرامه على الذين سقطوا يعني فكره الدنيا مش فوضى في جهنم وفي عقوبه وفي حاجه وحشه للناس الوحشين امال ايه يعني اللي عمال يعمل ارهاب وبيقتل الناس في الاخر ربنا يعملهم حفله شاي في السماء ده لازم ياخدوا عقوبتهم. طب على ذكر الارهاب بقى نفس السؤال ونفس سياق السؤال اللي بنتكلم فيه سؤال برضو جه من خادم وبيقول كان الله في العهد القديم يسمح بهجوم شعب بني اسرائيل على مدن واحتلالها وقتل شعبها بطرق وحشيه بما فيهم النساء والاطفال، ايه الفرق بين اللي كان شعب الله بيفعله باوامر من الله وما يفعله داعش حاليا وهم يقولون بانه باوامر من الله ايضا. بص هو نفس السؤال بس بصيغه تانية طبعا تانية. طبعا السؤال ده يعني بيتكرر كتير في الحقيقه لا لان أي. في ناس اللي بيحصل ايه ان واحد يرمي فكره كده فتلاقي الكل بيتكلم عنها م. وانا ادخل كنايس كثيره يوميا بروح كنايس تلاقي اسئله كتير زي الاقي نفس السؤال بيتكرر في كل كنيسه في ايه يعني ايه اللي حصل لك ده بي بينتشر كده زي النار في الهشيم اولا الله قاضي عادل لازم نفهمها دي الله قاضي عادل الله أب محب لكنه قاضي عادل حتى الأب في البيت الصالح الطيب الجميل الأب المليان بالأبوة لازم يكون قاضي عادل في البيت ولاده اختلفوا مع بعض ما يسيبش الدنيا تسيب لازم يجيبهم تعالى انت زعلت اخوك ليه يقول له حصل كذا وكذا 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 يقول له اه معاك حق تعالى يا انت بتشتكي منه برغم ان من انت اللي غلطان يقول له يا بابا حصل كذا وكذا لازم يعدل ما بينهم م. عشان العيال يطلعوا يحترموا بعض ويعرف ان اللي يغلط حد بيقول انت غلطان لكن الاب الطيب السهل اللي هو ما بيقولش للغلطان انت غلطان عياله ما يتربوش كويس والبيت ما ينضبطش الحكومه الرخوه اللي مش قادره تظبط الامن في البلد او مش قادره تجيب الغلطان تعاقبه الدنيا بتبقى فوضى يبقى حكومة رخوة لكن لما تكون شديدة شديدة في الحق شديدة على الغلطان مش شديدة على الغلبان مش شديدة على المواطن العادي المسالم يعني يقبضوا على بياع متجول بياكل عيش ويسيبوا الفساد دي يبقى دي ده عدل؟ لا طبعا طب احنا عايزين ربنا يبقى كده؟ لا لابد ان الله يكون قاضي عادل والإنسان المستوحش لابد ياخد عقوبة وبقوة والكنيسة لازم تكون كده لما أبونا بيقف يشخط في القداس في حد الناس تزعل جدا إيه بقى ده ده, ده لازم يكون صورة لله اللي جميل. بيشخط وبيحنو شوف الشعر اللي قاله البابا شنوده بيكلم فيه المسيح يا قويا ممسكا مم. بالصوت في في كفه والحب يدمي مدمعك ماسك الصوت ده اللي هو الكرباج مم. قويا ماسك الكرباج والحب يدمي مدمعك يعني عينيك بتدمع دم يدمي يد. مدمعك زعلان علينا وبتبكي وبتضربني عشان تأدبني وانا فرحان بانك انت رب تضربني لانك بتأدبني لولا كده كنت هضيع طب. ففي العهد القديم الشعوب دي شعوب كانت تعبد اوثان وعباده الاوثان هي انحراف عن عباده الله الحقيقي وانتشار عباده الاوثان خلى البشريه تضيع في جهلات وسخافات ده من ضمن اهم اسباب مجيء الله الى الارض عشان يعرفنا بذاته ويعرفنا بالاب ففي معرفه الله زاغت معرفه الله زاغت دي نتج عنها الضلال عامل زي ايه حضرتك وجوزك معاكي اولادكم في البيت الولاد عارف بابا وماما فيختشي تخيلي بقى واحد في بيت تاني مش عندكم الواد طلع مش عارف مين ابوه مين امه هو طفل شوارع تتوقعي منه يسلك سلوكا مهذبا لا تتوقعي منه يسلك بامانه ونزاهه ده بيبقى ناقم على المجتمع وبيعمل كل الجرائم اطفال الشوارع الا اذا حد سعف وجابه تعال يا ابني انت ابني انا انا ابوك تعالى هربيك واكلك واشربك ولبسك واعلمك يبقى التوهان عن الله والذهاب الى عباده الاوثان يؤدي الى ضلاله في السلوكيات مش حكايه ان ربنا مكوش علينا عايزنا نعبده هو بس ده حكايه ان احنا عباده الله بتخلي الانسان صالح كمثل الله الصالح لكن لما بيذهبوا الى عباده الاوثان بيذهبوا الى ضلالات وبعدين عشان كده عباده الاوسان دي مرتبطه بالشيطان الشيطان اسمه الارواح النجسه فعبادات الشيطان دي مرتبطه بالنجاسه فكانت هذه الشعوب تعمل نجاسه داخل المعابد بتاعتها علنا جنس جماعي وفي جميع انواع الانحرافات والشذوذ اللي يتخيلها العقل ولا يتخيلها وبيعملوها شوف النهارده دي بتحصل بتحصل في في كل حته الناس بتغلط لكن في فارق بين واحد بيغلط وواحد بيعمل الغلط كتقدمه للاله بتاعه. جزء من العباده. جزء مهم جدا في العباده ان يقدم جسده للنجاسه. بنات يتكرسوا لخدمه النجاسه في المعابد بتاعه الاوثان. وبعدين الحكايه دي تستهوي اذهان الناس لما يكون الدين بيؤمر انك تعمل نجاسه هذه حاجه جميله قوي. عشان كده عباده الاوثان كانت تنتشر. فربنا خايف على شعبه وانت تدخلوا في وسط ناس بيعملوا حاجات بشعه مش عايزكم تتعلموا منهم. ليه نسال نفسنا ليه الناس ضغطوا على هارون ان يعمل عجل من الذهب؟ وانتوا شايفين اعمال الله العظيمه في الضربات العشر وفي عبور البحر وفي منظر ربنا لما كان فوق الجبل بالزلزال والدخان والنار والدنيا مرتعبة عشان العبادة السهلة عشان مم. عبادة البعل عبادة مم. التمثال يرتبط بها الزنا والنجاسة مم. والرأس مم. والطبل والترانيم الصاخبة والغنى اللي ملوش معنى هم عايزين كده تمام. النهارده اعملي حفلة كده يا شباب هتلاقي كل الناس جت اعملي تسبيحة هتلاقي الأتقياء بيجوا الأتقياء اللي عايزين ربنا اعملي قداس هتلاقي الناس اللي تعرف ربنا جايين. اعملي كرنفال وهيصه ورقص وتقاروه. فالناس غاويه اللعب والنجاسه. فلما يجي ربنا يحمي ولاده اللي هيجي من نسلهم المسيح، ما دي الفكره. انا عزلت الشعب ده عزل صحي عشان ياتي منه المسيح. فانتم ما تختلطوش بالشعوب ولا تتعلموا من ولا تخلي ولادك يتجوزوا من بناتهم وبناتهم بناتهم وبناتك يتجوزوا من رجالتهم خليكم شعب مقدس للرب طب احنا هنعيش بقى في الحته دي خلاص اعزلوهم تماما وفي نفس الوقت الناس دي لان ربنا ساعة لما ظهر لابراهيم قال له ان نسلك هيتغرب في ارض الغريبة لمدة 430 سنة ده اللي حصل بالضبط وبعدين ليه ليه يا رب قال لي ان كاس غضبي من الشعوب الاموريين اللي هنا دول لم يكتمل أنا مديهم مهلة 430 سنة لو ما تابوش عن نجاساتهم أنا هاجي بقى أنتقم فلما يسلط شعب أن هو ينتقم من الشعوب المليانة بالزنا وبالنجاسة وبالإباحية دي بقى حاجة قاضي عادل لما نيجي نطبق الكلام النهاردة على داعش وغيره أنت بتقتل ناس بريئة وناس ما تعملش عبادة أوثان ولا منحرفة في عبادتها ولا بتقتل ديزني أنت كمان انت بتقتل على الهويه مش على ان ده واحد غلطان لو واحد غلطان في قضاء القضاء يحاكم الناس ويدي عقوبه على قد الخطا طب سيدنا خليني برضو ممكن حد يسأل نيافتك ويقول إحنا بنعترض على الأسلوب تم في أسوار أريحة ما كانش في حرب ما كانش في قتل ولا غنيمة ولا أي حاجة مجرد إن هم أو أو كان في غنيمة تقريبا بس مجرد إن هم لفوا حوالين السور كل يوم مرة وآخر يوم سبع مرات ليه ربنا ما كانش بيستعمل نفس الطريقة مع كل الشعوب طبعا كل كل بلد بحسب التفاعل بتاعها مع شعب الله اللي جاي، م. يعني في ناس كانوا مسالمين فخلاص عاشوا معاهم، في ناس زي كده اللي هم جم حتى خدعوا يشوع بن نون قالوا احنا جايين من ارض غريبه بعيده وخلاص ادهم عهد امان. أه واحده زي رحاب اللي هي من اريحه أه امنت باله اسرائيل واستقبلت الجاسوسين وودعتهم بسلام فوعدوها بالأمان والسلام فعاشت في أمان وسلام وانتمت لشعب الله وهكذا في بلاد كانت هي اللي بتثير الحرب وفي بلاد ما كانتش حتى وانت معدي في عند أدوم قالوا لهم بس هنعدي مجرد عدي لو احنا احتاجنا مية أو أكل هنشتري بالفلوس رفضوا فعشان كده في ناس بدأوا بالعدوان وفي ناس ربنا حكم عليهم بال بالاعدام وفي ناس كانوا مسالمين وفي ناس عاشوا معاهم لغايه النهارده المنطقه يعني اذا كانوا اليهود لهم حقوق تاريخيه بيدعوها م. طب ما كان في شعوب تانية موجوده معاهم حتى ايام يشوع وايام داود وايام سليمان لازم يعترفوا بهذا الناس دي ليها وجود برضه تمام ما هيش المنطقه كانت ناس لاسرائيل بس كان فيها شعوب تانية يعني هلك شعب من عدم المعرفه احنا يمكن علشان مش عارفين اصل كل حرب ايه او كان الظروف ايه ممكن يعني يتفهم الموضوع بالنسبه لنا غلط وبس كمان حاجه ثانيه لما اقرا الكتاب المقدس العهد القديم لازم يقرا بنظاره المسيح م. يعني اشوف ما هي الاشارات المسيانيه في القصه دي فمثلا داود لما حارب جليات جليات يرمز للشيطان وداود يرمز للمسيح اللي هو في ضعفه آه. غلب الشيطان بالصليب فيبقى الخلفيات دي بتخليني افهم القصه بصوره اخرى غير الحدث التاريخي نفسه ده هي سيدنا ويمكن انا طولت في السؤال ده لاني بالفعل انا بسمعه كتير قوي من شباب كتير لدرجه ان هم بيقولوا احنا مش عايزه اتجاسر واقول ان هم بيعصروا من الحروب الكتيره اللي كانت في العهد القديم وبيقول ليه ربنا يعني سمح بكده وطبعا يفتك النهارده جاوبت لنا عادي طيب دكتورة إيمان إدوارد بتقول إيه لازمة رسائل بولس الرسول هو شخص مثلنا لماذا نقدس كلامه؟ صحيح بولس شخص مثلنا طب هو أشعية شخص مثلنا ومتى ولوقا ويوحنا كل كتاب وموسى ال... ويشوع وصمويل وإيه بقى؟ مش عارف الكتاب <applause> المقدس كله وحي من الله لرجال الله القدسين فالآية تقول إيه؟ كل كتاب هو موحى به من الله يبقى افهم ده وحي ولما يقول كمان لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم اناس والله القدسون مسوقين من الروح القدس, القدس. دول اناس الله القدسون اللي هم كتبوا الاسفار المقدسه من اول موسى لغايه يوحنا موسى كان قبل الميلاد ب 1500 سنه ويوحنا عاش بعد الميلاد لغايه سنه 100 فيبقى الكتاب المقدس كتب على مدى 1600 سنه مم. اشترك فيها 40 كاتب طب انت يا دكتوره ايمان مركزه على بولس ليه ده في 40 تاني حقيقة دكتورة إيمان بتقول مش أسئلتها أو فكرها آه. هنا ده بتسمعه من الشباب برضه آه عشان نبقى منصفين ليه براء 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 بتقول كمان في فكر آخر بيقول الله داخل بروحه في كل البشر سواء مسيحيين أو غير مسيحيين وكلنا مجتمعين آه نمثل الله انا الله وانت الله والعالم كله هو الله تعليق نيافتك على لا هذا الفكر <applause> لا دي عقيده وثنيه اسمها بانثيزم تمام بانثيزم يعني آه ان الل الله هو الكون كله يبقى انت الله وانا الله والعمود ده الله آه. والكرسي الله طبعا دي حاجه مش صح يعني هو احنا نقدر نقول ايه كلمه قالها القديس اثناسيوس في كتاب تجسد الكلمه قال الله موجود في كل مكان لكنه متميز عن كل مكان <applause> يعني ما اقدرش اسجد للكباية باعتبار ان الله فيها ما هو الله موجود فعلا تمام <applause> ما اقدرش اسجد لصنم باعتبار الله فيه لا ما اقدرش اسجد للكرسي فالله موجود في كل مكان ولا يخلو من مكان طبعا لكنه متميز عن كل شيء ما اقدرش اعبد الخليقه باعتبار الخالق فيها والله طبعا يحوي كل شيء ولا يحوي شيء فالكلام ده كلام بتاع عقائد وثنية يسموها الوجودية الوجودية إن هي كل الوجود ده هو الله تمام أه سؤال تاني برضو الدكتورة إيمان إدورد بتقول فكرة آخر بيقول الروح الإنسانية بعد موت الجسد تنتقل إلى جسد آخر أو إلى أي شيء في الكون مثل الحيوانات أو الأشجار لأنها كلها مجتمعة تمثل الله تقريبا نفس آه دي عقيدة أخرى اسمها تناسخ الأرواح تمام غير الاستنساخ مم. تناسخ الأرواح عقيدة وثنية مازالت موجودة في آه شرق آسيا ودي حد دلوقتي آه في الإيمانيات بتاعتهم في الهندوسية وفي البوذية والحاجات دي آه يسموها بالإنجليزي ري انكارنيشن <تجسد> معناها التجسد احنا تجسد المسيح اسمه انكارنيشن ري انكارنيشن يعني اعاده عادة التجسد تجسد. وبيقولوا فعلا الانسان بعد ما بيموت روحه ممكن تدخل في كلب تدخل في قطه تدخل في حصان تدخل في بقره وقالوا ممكن كمان طفل يتولد فيه روح بتاعت حد عاش زمان وبيبنوا عليها قصص واساطير كثيره يعني يقول لك فلان ده اصلا كان احد الفراعنه ودلوقتي هو عايش بجسد جديد وحياه جديده هذه الحقيقة ليست مسيحية خالص ولا في الكتاب المقدس لا يهود ولا مسيحيين لأن الروح بعد ما بتخرج من الجسد تروح إما للفردوس أو للجحيم لكن ما فيش ري دي خالص مم. للاسف الشباب دلوقتي بيروجوا الافكار دي هو صحيح. طبعا الواحد ممكن يقرا كتب دلوقتي النهارده يا ريت الناس تقرا يعني بيدخلوا على النت يقروا اي حاجه يقروها وبعدين ممكن طبعا انا عارف ان في كتير من الشباب ما يحبش يقرا مم. فبيحصل ايه؟ بعض القراء في ناس غاويه قرايه يروح مقتطع حته كده من كتاب وينزلها بوست يبان بيها ان هو متعلم وفيلسوف وقارئ وبتاع فزملاتي يشيروها ويقروها حتة صغيرة بيقدروا يقروها مش حتة كبيرة تمام. فيقتطع أجزاء من الحقائق حتى في أصلها ما بتتقالش كده حتى في دياناتها الأصلية بتتقالش كده وين كان بتتقال كده مش بتاعتنا بتاع ديانات تمام اخر سؤال للدكتوره ايمان بتقول في فكر اخر خطير بيوجد على مر التاريخ اساطير كثيره في عده حضارات بتحكي قصه مشابهه تماما لقصه البتول التي ولدت اله وقصه المسيح مثل باقي القصص مجرد اسطوره فهل فهي غير حقيقيه وجود اساطير في الحضارات القديمه وفي الشعوب البدائيه في الديانات القديمه متشابهه في كل الاماكن وفي كل الحضارات يدل على ان منبعها اصل واحد تمام الاصل الواحد ده هو ادم اللي اخذ المعرفه الكامله من الله مباشره ونقلها إلى أبنائه فهابيل وقايين وشيث كان يعرفوا كل المعلومات عن الله بدليل إن الله عاقب قايين لأنه قدم ذبيحة مش حسب المواصفات اللي ربنا قالها طبعاً. وطبعا عاقبه إنه قتل أخوه هابيل بالرغم ما كانش فيه ناموس يقول له تقتل طب أنت يا رب تعاقبه على حاجة أنت ما نبهتوش ليها يقول له نبهته ما آدم عارف وعلم عياله هذه المعرفة تناقلت من آدم إلى أبنائه إلى الأجيال المتعاقبة على مدى آلاف السنين مع تناقلها والناس انتشرت في الأرض وقَت نفس المعلومة بستخد تحبيش بقى كل شعب بياخد القصة ويحط لها حبة الروتوش بتاعته حسب ثقافته وانفعالاته وخلفياته فمثلا قصة الطوفان موجوده في حضارات كثيره ده الناس عارفه مم. ان حصل طوفان بس ما الاسم نوح دوت ذكر في الكتاب المقدس لكن في اماكن ثانيه باسامي اخرى وهكذا مم. ومنها بقى قصه ان ان في عباده في اله في كل الديانات الوثنية اذا عرفت الله من فين جاي من جدي وابوي في معابد انت عرفتوا ازاي ان بقى في معبد والناس دلوقتي مثلا لو زاروا معبد في الاقصر يقول لك ده شكل بالظبط خيمه الاجتماع وشكل هيكل سليمان وفي قدس اقداس وفي تابوت عهد اذا موسى نقل عن الحضاره المصريه نقول لا بالعكس الحضارات كلها واخده من ادم موسى بقى نقطه بدايه ان ربنا تكلم معه فمن لاذن فاخذ المعرفه النقيه بقى بدل بدل اللي دخلت عليها تشوهها. فلقينا التناظر كلام داود وكلام موسى عن ربنا زي اخناتون لما اتكلم عن التوحيد فالناس تظن ان ان الكتاب المقدس نقل عن الحضاره المصريه. لا ما حصلش. العبادات الوثنيه فيها بخور فيها كهنوت فيها رئيس كهنه فيها ذبائح عرفتوها من فين؟ طبعا حاجات مشوهه متاخده من اصل سليم يعني. ومن ضمنها قصص ميلاد الاله من عذراء. تمام. كل دي قصص اساطير بتحكي عن حاجه هتحصل حصلت في المسيح. تمام. المسيح ليس اسطوره لان تاريخيا معروف في عهد بيلاطس البنت اتصلب، في عهد هيرودس اتولد وهكذا. بشكرك يا سيدنا جدا على التوضيح واسمح لي نطلع لفاصل ونرجع مع اسئله الشباب فاصل قصير ونرجع لكم مع اسئله الخدام اللي معانا في الاستوديو. مره تانية برحب سيدنا وبرحب بسيدنا وبرحب بالضيوف اللي معانا في الاستوديو. سيدنا دلوقتي جه اسئله الشباب اللي معانا اول سؤال يتفضل. سلام يا سيدنا مكبل الايادي ابنك كان طلعت من كنيسه الشيخ العظيم مرجرجس بالحرفيين. سيدنا انا بروح كذا كنيسه وكده احضر القداس فبلاقي حاجتين وعايز اعرف الصح فيهم. في بعد رفع الحمل وابونا بيختار الحمل بيبدا يخش الهيكل فلما بيجي يدخل بيدخل قدامه الشماس اللي ماسك الميه ابونا يدخل يعملوا الدوره حوالين المذبح تدي ده وضع والوضع الثاني بقى لا ابونا بيدخل ووراه الشماس اللي ماسك الميه ووراه الشماس اللي ماسك قاروره الخمر فانهي الصح في الاثنين انه يبقى الميه قدام ابونا ويلفوا الدوره ولا الميه في ظهر ابونا ويلفوا الدوره لا م. انت تقصد بيلفوا حوالين المذبح بعد تقدمه الحمل بالظبط الدوره دي ابونا بيبقى ماسك القربانه على وشه والصليب كده معكوس زي ما المسيح كان شايل الصليب وبيمشي بيه وبعدين وراه على طول ابونا الشماس اللي ماسك قاروره بتاعة الابركه تمام ووراهم الشماس اللي ماسك الابريق بتاع الميه تمام فده ترتيبهم كده يلفوا حوالين المذبح دوره واحده وبعدين بيقف ابونا قدام المذبح يمسك القربانه في ايده الشمال عشان هيرشم عليها بايده اليمين وبعدين مفروض القربانه فيها ثلاث خروم وخرمين بيخلي الثلاث خروم دول على خط مستقيم مع القاروره كده عشان يرشم عليهم نفس الرشومات والميه جنبهم من ناحيه دي كنت عايز اعرف اللي هو برضو في قريت في كتب انه الميه بترمز ليوحنا المعمدان وبترم للمعموديه فالمعموديه كانت قبل المسيح ولا بعد او المسيح يعني لما المفروض هو كده اتقدم يعني لما ابونا بيختاروا بيتقدم كجسد او هيتصلب يعني هيتدفن لما بيحط دلوقتي في الصينيه هيتدفن فالمعموديه كانت قبل ولا بعد بما ان الميه بتشير للمعموديه يعني لا طبعا انت عايز تقول ذات نفس الابريق يرمز للمعموديه؟ بالظبط لا هو انت جايز تقول كمان لما بيجي ابونا بياخد من الميه ويمسح الاربانه <applause> هي طبعا الهدف الاساسي هو ان الأربان لما يكون فيها اي شوائب بتتمسح بالماء لكن اخذت بعد تاملي ان هي كمان ترمز الى معموديه المسيح تمام. ماشي دي ملهاش دعوه بقى ان الابريق يمشي قدام ولا الابركه تمشي قدام لان الميه اللي موجوده في الابريق اساسا دي عشان تتحط في الكاس مع الابركه لان المسيح خرج من جنبه دم وماء ملهاش دعوه بالمعموديه دي دي عشان الماء اللي بتحط فيه الكاس طيب الدم الاول ولا الماء ايه دمي. الدم دمي. عشان كده بركه اهم من الماء تمام ناخد السؤال التاني تفضلي انا كنت عايزة اسال بس الـ هو في الانجيل سبب الطلاق اللي هو الزنا واللائحه الجديده في اسباب كتير غير الزنا ف آه في الطلاق اللي موجود في لائحة الأحوال الشخصية الجديدة اللي لسه لم تقر هو قانون في ايدين القاضي لكن لا يلزم الكنيسة بإعادة الزواج بمعنى م. ان في واحد مش متفق مع مراته كانوا الاول بيقعدوا سنين قدام القضاء والقاضي ما عندوش قانون يقول له انت من حقك تتطلق او من حقك تنفصل فالناس بتتعذب وبعدين بيتهموا الكنيسه هي سبب يا حبيبي لا مش احنا ده انت خلص موضوعك مع المحكمه وتعالى نتفاهم فالمحكمه مش عارفه تاخد قرار ليه لان ما فيش عنده قانون ما فيش عنده قانون من مين من الكنيسه من الدوله نفسها فالدوله قالت طب يعملوا لنا قانون آه يريح الدنيا الكنيسه عشان تبقى ماشيه برضه مع المبادئ الدينيه. فلما تحط قانون اقتراح قانون لسه مفروض ان الدوله تاخد بيه لسه مقرهوش يعني. تحط سبب للطلاق غير الزنا. بس ما يلزمش الكنيسه باعاده الزواج، وهنا لازم الناس تفهم احنا مشكلتنا مش مع الطلاق. مشكلتنا مع الزواج الثاني. يعني الكتاب المقدس قال ايه؟ المرأة لا تفارق الرجل وإن فارقته تلبث غير متزوج لكن إن تزوجت يبقى تزني مم. وكذلك الرجل لا يفارق المرأة إن فارقها بعد ما يتجوز إذا افرض فعلا في استحالة عشرة الكتاب المقدس بيقول يسيبوا بعض بس ما يتجوزوش هي إيه دي المشكلة بقى ان هيجي الواحد يقول لك طب انا اتطلقت عايز اتجوز اذا كان طلاقه من حقه يتجوز مجلس الكليريكي بيديله تصريح مش من حقه محدش يقدر يديله تصريح بس حسب قوانين الكنيسه لكن هو كانت المشكله الازمه قبل كده ان هما مربوطين ببعض مش عارفين يتفكوا ومش عارفين يعيشوا <applause> مشكورك على التوضيح يا سيدنا لان للاسف في خلط عند الناس دلوقتي وفاهمين ان القانون الجديد لما هيتجوزوا بقى هيتجوزوا فما فيش مشكله لا لا يمكن الكنيسه تتنازل عن ضميرها واللي كان عامله البابا شنوده هو عين الصح واحنا كلنا أولاده وملتزمين بكل كلمه اتحطت في الكنيسه في عهده وما قبله لان مش البابا شنوده هو اللي منع فيه. الزواج الثاني لكن ده موجود في الكنيسه من ايام ماري مرقص بدليل ان اخواتنا المسلمين احيانا يقول لك احنا عائلتنا جواز نصارى. بالظبط. يعني ايه جواز نصارى؟ يقول لك ما عندناش حد يطلق. مم. ده جواز نصارى. مم. ويستخدموا التعبير ده على حاجات لا يمكن فكها. يقول لك الموضوع ده زي جواز النصارى مش ممكن يتفك. فالناس فاهمه ليه؟ لان خبره الناس مع المسيحيين مش مم. بيطلقوا. الكارثه بقى اللي بتاعت اليومين دول هي الكبرياء والعين ده ما حدش بيسمع كلام ما كبير ما ابونا مش مم. مالي عينه فبالتالي بيبقى تدخل في حاله لكن عايز اؤكد ان احنا انا عندي مثلا في وسط القاهره في مجلس اكليريكي بتاع الحي تمام القضايا اللي بتتعرض عليهم يمكن 90% منها تنتهي بان هم اتصالحوا والناس رجعوا بيتهم في جزء تاني بنقول لهم يبقى الوضع على ما هو عليه خليكم بعيد عن بعض لغايه ما نحاول تاني وفي جزء بنبعته لسيدنا انبا دانيال نقول له دول بقى بصراحه موضوع خرج من ايدينا اللي هو المجلس الكليريكي بقى اللي بيحكم بان يخلصوا موضوعهم في المحكمه هيدي مين فيهم التصريح او الاثنين هياخدوا التصريح او مش هياخدوا ده حتى سيدنا الرئيس السيسي دلوقتي ابتدى يعني عايز يقر قانون ان الطلاق لازم يتسجل الاول يعني مش مجرد شفاهيه الواحد يقول لها روح انت طالق يبقى خلاص طبعاً علشان يدي فرصه برضو ان ان يمكن يعني يراجع نفسه طبعاً. ودي طبعا فرصه ان الاسره ما تهدمش الحقيقه من زمان حكايه محكمه الاسره موجوده في مصر ان اول ما يتعرض عليها اي قضيه فيها طلاق بيبقى في زي ناس أخصائيين اجتماعيين نفسيين بيقعدوا مع الطرفين يحاولوا يصلحوهم. ده حاجة جميلة الدولة نفسها بتحاول تعمل كده. مم. لأن نسبة الطلاق لما بتزيد بتخلي المجتمع نفسه طبع. في توتر الأطفال دول هيتربوا إزاي؟ أطفال الشوارع نتيجة للطلاق طبع. يعني. طبع. ف... ده في مرة بس. كانوا جايبين شفتها على اليوتيوب طفل. والده ووالدته اتطلقوا ووالدته اتجوزت ووالده اتجوز اه والاتنين مش عايزينه ورافضين الطفل واعتقد على ما فاكر كانت والدته عايشه في القاهره ووالده عايش في اسوان والولد يبدو انه عنيد وشقي ولا حاجه فامه راحت واخداه وسافرت اسوان سابته لابوه فطبعا في بيت ابوه مش عنده زوجه تانية مرات اب وعنده اطفال تانيين فالواد مش مستريح راح راكب القطر طفل صغير وجه القاهره علشان يروح عند امه فامه رمته في الشارع قالت له مش عايزاه <applause> يبدو ان هو تقابل مع واحده مذيعه راحت تقول لها ازاي ما تاخديش ابنك وكان بقى بيصوروهم ازاي الام رافضه تماما تاخد ابنها مش عايزاه ده هيخرب بيتي طب الطفل ده بقى يروح فين وهيطلع ايه سيدنا يطلع ناقم على المجتمع ويطلع يعني وفي الاخر يقولوا المجرمين بيجوا من ايه ما هو نتيجه النشاه الخاطئه عشان كده اولا يا شباب الواحد لازم يتريث جدا في الاختيار ده مش موضوع بدله هغيرها صح ولا عربيه هتبوظ ونجيب غيرها ده ده جواز نمرة اتنين لما يكون في مشاكل نتريث في قرارنا لان ممكن جدا المواضيع تتحل وبعدين العهد القديم اللي كان فيه طلاق يقول لك ان الله يكره الطلاق اللي كان فيه طلاق قال الله يكره الطلاق وعند اخواتنا المسلمين يسموه ابغض الحلال ابغض الحياه حاجه مدمره تمام بشكرك يا سيدنا ونروح نشوف السؤال اللي بعد كده اتفضلي قبل أياد يا سيدنا بنتك تريزا كامل من كنيسه الشهيد العظيم مارجرجس الحرفيين هو بعد اذن نيافتك هو في المجيء الثاني في القيامه في الملكوت هنبقى عارفين بعض طبعا بابا شنوده كان بيقول في حاجه اسمها حفله التعارف الكبرى ايوه ويجي ملاك ويعرفنا وكده طبعا هتاخد سنين صح فهنبقى كلنا عارفين بعض وقت تيجي ترزق تيجي معرفكش لا طبعا. هنعمل بستان العقيده <applause> آه طبعا هنبقى عارفين بعض مش كده وبس ده احنا هناخد معرفه اوسع من اللي عندنا دلوقتي <applause> لدرجة أن هيبقى الواحد فينا يعرف ناس ما شافهمش قبل كده يعني جايز أنت شفتي بابا وماما لكن ما شفتيش جد وتيتا جايز أو. أو, أو مثلا شفنا جد وتيتا بس أبوهم وامهم ما شفناهمش طب في السماء العيلة دي مش هنعرف بعض مين هيعرفنا على بعض هيبقى في معرفة إلهية كده تنسكب في أذهان الناس أن هم يتعرفوا احنا عندنا قديسين عارفينهم بالأسامي لكن في ملايين اخرين ما نعرفهمش م. ولم يذكر التاريخ شيء عنهم ففي ملايين من القديسين ما نعرفش عنهم حاجه التاريخ لم يذكرهم هنعرفهم ونشوف مجدهم ونتعرف على قصصهم اكثر من كده حتى القديسين اللي احنا عارفينهم احنا شفنا صور سموها فنانين تخيل لكن هل ماري كده؟ اه وبعدين بنعرف ماري جرجس انه راكب على حصان اول ما تشوف الحصان تعرف ده ماري جرجس هو فوق مع حصان هيبقى مع حصان مريمينا مع جملين امبرويس مع جمل اه نوبه كده طول النهار فطبعا هنعرفهم من غير الصور المعتاده او المناظر اللي احنا تعودنا نتعرف بها عليهم يعني تمام معانا سؤال تاني اتفضل قبل قال سيدنا بشو جيرجس من كنيسه مجلس الحرفي حضرتك احنا بي يعني بيتهمونا بعد توقف الثانيه يعني ان احنا روتينيين إيه ما عندناش حاجه جديده الحنا وترانمنا وقدساتنا زي ما هي ده إيه بيجي بناء على الطقس بتاعنا اللي هو ثابت ما فيش حد بقى يغيره احنا استلمناه كده وبنكمله كده زي ما هو إيه في بعض الشباب من عندنا ممكن تسمع الكلام دوت وتقول ده هم اسهل ده هم ما عندهمش روتين كل حاجه بتتغير عندهم تجديد يعني فايه رايك حضرتك في كده؟ طب انا هسالك سؤال خليك ما تمشيش. <applause> اوكي. عندهم ايهما اقدس؟ الكتاب المقدس ولا الترانيم؟ يعني لا الاقدس. الاقدس؟ الكتاب المقدس. الكتاب المقدس. مين بيتغير؟ الكتاب المقدس ولا الترانيم؟ الترانيم. يبقى إيه الثابت هو الأقصى قدس؟ صح. <applause> هل هل مطلوب نطور في الكتاب المقدس عشان يبقى عصري ومش مع الناس آه ممكن الترانيم بيغيروها لكن الكتاب المقدس لا اذا في ثوابت لها قدسيه لما يكون كل كنيستي ثابته يبقى دي اقدس بقى كمثل الكتاب المقدس اللي بيقترح علينا ان احنا نطور الكنيسه ونغير فيها هنقترح عليه غير الكتاب المقدس ويطور فيه بالاضافه ان احنا فعلا بنتطور يعني احنا <applause> أيام مرقس كان في بستان العقيدة؟ ما <applause> كانش في سي تي في؟ كان في سي تي في أيام البابا كرولس السادس؟ طب مش دي وسائل حديثة إحنا بنستخدمها ولا إحنا متجمدين؟ طيب هل هل إحنا في كنيسنا مش بنستخدم باوربوينت؟ مش بنستخدم آآ آآ طرق حديثة في عرض المواضيع بتاعتنا؟ موجودة. لكن هل عايزين نغير المحتوى الفكري بتاع المسيحية؟ لا. ففي فرق بين واحد كل يوم بيغير عقيدته عشان التطوير كل يوم يغير صلواته عشان التطوير واحد عنده العقيده والثوابت والكتاب المقدس والصلوات بس يطورها بانه يقدمها بطريقه جديده تناسب العصر. إلا الالحان لا تقدم بطريقه جديده تناسب العصر. لا حتى صحيح. طريقة التحفيظ. طريقة التحفيظ. ان انا بسلم اللحن. آه. في طرق يعني زمان ما كانش في تسجيلات. ما كانش في تسجيلات فكان المعلم يقف يشاور كده والناس تحفظ تمام بعد كده بقى في البكر الكبير ده وبعدين وصل بقى سيدهات وديفيديهات. فيه في طرق حديثة الحفظ اللحن والمحافظة عليه وتسليمه كان ممكن واحد في قرية بعيدة ما عندوش حد يسلمه فمش عارف اللحن النهاردة حتى اللي موجود في دولة ما فيهاش مسيحيين ممكن ينزل لحن على اليوتيوب ويحفظه طرق فطرق حديثة برضه تمام ناخد سؤال تاني اتفضلي اقبل سيدي الايه سيدنا دلوقتي انا فيولا فتحي من كنيسه ماري الساحل دلوقتي بي... المزامير مقدسه اكيد أه في... ليه ربنا سمح ان في بعض الناس بيستخدموها في حاجات سحر وشعوذه والكلام ده م. وبيقولوا احفظ المزامير تحفظك فازاي ربنا بيسمح ان في ناس بتستخدمها في حاجات مش كويسه بصي زي ما المزامير نصوص مقدسه يستخدمها بعض الأشرار في استخدامات خاطئة. كذلك كل الخليقة التي خلقها الله مقدسة، ومع ذلك في ناس بتستخدمها غلط. فالمشكلة مش في الشيء لكن في طريقة استخدامه. يعني مثلا السكينة مفيدة جدا في البيت. لكن حضرتك أخذتها وقتلت بيها جوزك. تبقى حاجة كويسة؟ هل عشان واحده قتلت جوزها في سكينه يبقى ما نمنع السكاكين من البيوت؟ ما احنا مش عنها. النار ما نقدرش نستغنى عنها، لكن اذا اذا ولعت هتعمل حريقه. كل المواد اللي ربنا خلقها، كل حاجه موجوده في الدنيا لو استخدمت صح بتبقى للفايده، استخدم غلط تبقى للخطا. الشيطان علشان يعاكس الكتاب المقدس بيعمل الحكايه دي. أنا مش عارف بيعملوا إزاي؟ لأن أنا السؤال ده اتسألته كتير لكن أنا مش عارف هل فعلاً الصحراء بيستخدموا مزامير؟ هل بيقروها بالمعكوس؟ هل بيعملوا إيه بالظبط؟ أنا ما أعرفش. عندك فكرة؟ في مزامير معينة بيقروها كذا مرة أنا يعني ما أعتقدش إن المزمور المزمور اللي إحنا بنستخدمه في الصلاة والشياطين تهابه تهاب المزامير ده في مرة أحد الآباء بيسأل أب اعترافه أو أبوه الروحي بيقول له أنا أحيانا ببقى مش مركز في المزمور أسيب الصلاة قال له لا ما الشياطين مركزة يعني هو الشيطان فاهم إن أنت بتصلي فيه خاف منك والمزامير مرعبة للشياطين فما اعتقدش يكون الاستخدام العادي الطبيعي إن واحد يصلي المزمور مرتين ثلاثة يحضر ارواح ولا حاجه طب ما احنا ده احنا المرهبان طول النهار بنصلي مزامير اه يعني الاجبيه دي اي راهب في الدنيا حافظها صم انا فاكر قبل ما اترهبن الله يديله الصحه ان يفت الانبر سانيوس مطران المنيا سمع لنا الاجبيه <applause> تسميع قبل ما نترهبن قبل ما يقول لنا يلا عشان بكره تترهبن يسمع الاجبيه ولما جاله فتره مش قادر عندوش وقت يقعد يسمع <applause> كان بيلزم الاخ يكتب الاجبيه يكتبها غيبا فيعني يعني المزامير دي دي, دي شغلنا يا انا عمري بقى <applause> ما صليت المزامير بتحضر يا سيدنا يحضر <applause> <applause> لك كل خير طيب <applause> <applause> خلصت اسئله الشباب خلينا نكمل في سؤال جاي من احدى الخادمات بتقول استخدام عصير الكرمه في او سبب استخدام عصير الكرمه في التناول والسبب في تكرار الكلام عن الكارما في الكتاب المقدس الكارما بالذات بيبقى ليها صفه في الزرع بتاعها بتبقى جدر واحد وساق واحد بعدين تمتد بطول الغيط احنا عندنا في البراموس كده عنبايه في حوش الدير عامل تكعيبه ماسكه الدير كله كل الحوش فدي إشارة لأن الجدر واحد وهو المسيح والساق واحد هو الإيمان المستقيم والكنيسة الواحدة وبعدين تمتد في كل العالم بفروع وبعدين ينزل منها عناقيد العنقود ده كنيسة العذراء في الزيتون العنقود ده كنيسة ماري في هليوبلس العنقود ده ماري الحرفيين العنقود ده ماري الساحل <applause> كل ما كنيسة عن... <applause> <مرؤوسية في كلوبية> <تصفيق> طبعا <تصفيق> دماغي. كل... كل كنيسه عنقود عنب وانتم عباره عن حبايات العنب دي فلما بنيجي ناخد العنقود كده ونعصره ينزل دم مش احنا ممثلين فيه والجدر مين؟ المسيح المسيح <applause> اللي هو الغصن الذي زرع عشان يكون اصل الكرمة جديده وزي ما حضرتك قلت ان تشبيه الكرمه رائع جدا في الكتاب المقدس لما تقعدي تجيبي كل النصوص في العهد القديم قد ايه بتشاور على المسيح بطريقه رائعه جدا ونفس الكلام اتقال على الحنطه اللي هي القمح عشان جسد المسيح ودمه جميل أه سؤال تاني من أبونا بولا من إيطاليا أه بعد السؤال عن المعمودية بخصوص قراءة الحل للأم بعد الأربعين يوم بيقول المفروض أن الحل يقرأ أثناء طقس المعمودية لكن بعض الأسر في الخارج بتأجل المعمودية لما تنزل مصر أو أحيانا بيكون في مدن ما فيهاش إمكانية إتمام, إتمام طقس المعمودية وأبونا مجرد بيعمل قداسات فقط فهل ممكن الحل يقرأ للأم والأم تتناول لغايه ما يتم تنسيق موعد المعموديه ولا لازم الحل والتناول يكون في يوم طقس معموديه لا لا ممكن ممكن الام يسالوا لها التحليل وتتناول عشان ما تقعدش فتره طويله محرومه من التناول لان طبعا هو الافضل مم. ان الطفل يتعمد ما ناخرهوش أه. لكن زي ما ابونا بيقول في ظروف اجتماعيه بتخلي مثلا بابا مش حاضر مم. ابو الطفل فمش معقول نحرمه من فرحة حضور معمدية ابنه تمام فهو هيجي مثلا بعد أسبوعين هيجي بعد شهر فبنستنى مم. سواء كان مثلا هنا في مصر ممكن يكون واحد في الكويت ولا في الأمارات ولا في الخليج وعايز يجي يحضر مع ابنه فبنستنى له أجازاته مش هتسمح في لهم هسافر بكرة لما بياخد أجازة طب الأم دي هتقعد كتير ما تتناولش فممكن أبونا يصلي لها التحليل وتتناول تحليل المرأة آه. ولما نيجي في المعمودية تقول له يا ابونا على فكرة أنت قدسك أو أبونا فلان صلى لي التحليل فيبدأ الطقس من بعد دي عارضه. هو في ناس ما تعرفش يا سيدنا إن لازم يقرأ تحليل المرأة لو واحدة اتناولت من غير ما يقرأ هذا التحليل ما فيش حاجة يعني فيش مشكلة. آه مفيش مشكلة مم. بس هو طبعا لما بنمشي حسب أصول الكنيسة صلوات جميلة هي خسرانة آه. إيه ده يا يصلي لها وصلوات جميلة وفيها بولس وفيها مزمور وإنجيل سواء الطفل المولود ولد أو بنت ده ليه قراءات وده وبعدين يصلي لها التحليل ان ربنا يغفر جميع خطاياها حاجه جميله تدخل تتناول طبعا بشكرك جدا يا سيدنا شكرا وقت الحلقه انتهى بسرعه جدا مع نيافتك شكرا لنيافتك و... وبشكر ضيوفنا اللي شرفونا في الحلقه وبشكركم مشاهدينا الاعزاء ونشوفكم في حلقه جديده وطبعا نتمنى ان انتم تكونوا استفدتم واستمتعتم بحلقتنا ونشوفكم الاسبوع القادم وحلقه جديده بستان العقيده